هو ده الفيديو اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة في 2019 على صفحة تريندينج في الإنستجرام، وحقق الفيديو أكتر من 667 ألف فيوز، وبيظهر فيه هيثم أحمد زكي الله يرحمه في مقابلته الأخيرة اللي عملها في برنامج تريندينج، ومعه طبعا في الموسم الثاني اللي رجعنا عرضناه لما توفى الله يرحمه. أنا عارف كويس جدا يعني إيه كابوريا، يعني أحمد زكي الأول، يعني عارف قدر العمل ده، عارف انه من اكتر الاعمال اللي نجحت في تاريخ السينما، يعني الناس كلها لغايه دلوقتي حافظه الاغنيه، الناس كلها لغايه دلوقتي اياميها الناس كلها حلقت كابوريا. يعني انا كنت في المدرسه كل العيال الزمايلي كانوا حلقين كابوريا، كنت بحب الفيلم ده، وكان بابا كان مبسوط وهو بيعمله، كان في حاله حلوه ايام الفيلم ده جدا، وبعد نجاحه بيحب يغني الاغنيه، وكان عايزني وانا عندي 4 5 سنين ان احنا انا وهو نحلق كابوريا ونلبس تيشيرتات حمراء ونطلع عاملين كده ونضارات سودا، بس للاسف ما تصورناش الصوره الجميله دي. عايش يعني طول عمري بتفرج على افلامه، وكل مره بتفرج على فيلم بكتشف فيه تفاصيل جديده كاني اول مره اتفرج عليه. بس كابوريا انا كان في دماغي الفكره من زمان ان انا عايز اعمل جزء تاني، احنا شغالين على الموضوع، مش هقدر اصرح باي حاجه في الموضوع قبل طبعا، لازم يعني حاضر مع الانتاج اللي انتج الفيلم والاستاذ عصام الشماع، طبعا لازم هنقعد مع